مساء الخير، أنا الدكتور عرفات الطفيلي، طبيب أورام بمستشفى الجامعة الأمريكية ببيروت. حبيت أحكيكم موضوع اليوم كتير بيجينا أسئلة عليه، هو هل مرضى السرطان وخصوصا سرطان الرئة معرضين أكتر يصير عندهم مشاكل من المرض من الفيروس الكوفيد 19، وإذا لقطوا شو الريسك تبعهم؟ مثل ما بتعرفوا سرطان الرئة المسبب الرئيسي لسرطان الرئة هو التدخين، سواء من الأرجيلة أو من السيجارة أو أي نوع من أنواع التبغ. والتدخين المزمن على عدة سنوات بيؤدي لضرر عدة تغيرات بالرئة، عمل الرئة ما بيكون طبيعي، قدرة المريض على تنظيف الرئة وتعزيلها بتكون أخف. مجرد ما يكون عم يدخن حتى لو مثلا عنده سرطان الرئة، الشخص بيكون عنده ريسك أكتر يلقط التهابات بالرئة، وهذا بيشمل البكتيريا والفيروسات وبيناتهم الكوفيد 19. مرضى سرطان الرئة عندهم أول شيء التدخين المزمن بيعرضهم، رقم اثنين عادة بيكونوا كبار بالعمر، بنعرف الكوفيد 19 ممكن يعمل مشاكل أكتر عند الأشخاص اللي كبار بالعمر مقارنة بالأصغر سنا. والرقم الثلاثي إذا عم يأخذ علاج، خصوصا مثلا عم يأخذ كيموثيرابي اللي بينزل المناعة كمان معرض للريسك. سوريلي لمرضى اللي عندهم سرطان الرئة كتير معرضين يصير عندهم مشاكل من الكوفيد 19. شو بيقدر يعمل مريض سرطان الرئة ليخفف هالريسك؟ أولا مثل أي شخص تاني، الحماية الشخصية اللي هي معظم زن أهم شيء. أولا الماسك، يلبس الماسك بريلي بشكل منتظم، والماسك لازم تغطي التم والأنف، مش بس التم لأنه معظمنا نتنفس من أنفنا. رقم اثنين التباعد الاجتماعي، أي شخص ما بيعرفه مش من العائلة أفضل ما يلتقي فيه، حتى لو العائلة تكون في مسافة بينتهم، وغسل اليدين. هذه بيطبقوا على كل الأشخاص. بالإضافة لمريض سرطان الرئة في عدة شغلات بيقدر يعملها. التدخين ريلي يمكن هذه فرصة ذهبية لإله يوقف التدخين، لأنه مجرد ما يوقف التدخين الشخص قدرة الرواية على تعزيل حالهم وتنظيف حالهم تتحسن بظرف ساعات وبظرف أيام، يعني ما بتاخذ وقت كتير. ورقم الشغل الزايد اللي كمية بيقدر يعملها، أي مريض عم يأخذ علاج أكيد بنسيقها بينه وبين طبيب الأورام تبعه، لأنه في عدة شغلات بيقدروا يعملوها ليخففوا الأثر على جهاز المناعة. مثلا في أوبر بيأخذوها ليحسنوا جهاز المناعة، إذا في أي علاج منه كتير أساسي بيتأجل عملية، ممكن تنطر أسبوع أسبوعين ثلاثة ممكن تتأجل. سيري لي نسق مع طبيبه ليشوف أي أفضل وقت ليعمل هالإنترفنشن، سواء عملية أو أشعة أو علاج كيميائي. الشغلة الأخيرة بحب أذكرها هي قصة الأرجيلة. أكيد كتار بتعرفوا الأرجيلة، الناس بيشاركوها، مش نفس الشخص بيستعمل نفس الأرجيلة. إجت بدعة أنه يستعملوا الأنبوب البلاستيك تغييره، هذا ما بيحمي 100% لأنه إذا فات الفيروس على الأرجيلة بيفوت على الأنبوب المعدن، ممكن يفوت بالإزازة اللي فيها المي. سوريلي قد ما في أفضل شيء ما يدخن، بس إذا بيدخن ما يشارك الأرجيلة مع أي شخص تاني مشان يخفف هالإمكانية.